هو مين مش عايز يكتب على الكيبورد اسرع وادق من غير ما يبص؟ مين عايز حرفيا يبقى هاكر؟ ولكن يا للاسف كل ده خيال علمي. لحد اخر الديكيومنتري ده هتاخد صورة اكبر. 1 سبتمبر 2020 بدأ التحدي، اللي هو ايه بقى؟ يعني هو اسمه ايه انا مش عارف، بس هو الغرض الاساسي منه ان انا اكتب على الكيبورد فاستر من غير ما اشوف. دايما بيكون عندي حاجات جديدة عايز اجربها، ولكن اول ما ببدأ على طول عقلي الباطني بيستخدم قالب او تمبلت متكون عندي بلا وعي بحيث انه يبعدني عن التجربة. يعني مثلا اول ما فكرت ان انا اكتب على الكيبورد بسرعة ومن غير ما ابص، عقلي طلع التمبلت او القالب بتاع الهاكينج اللي متكون عندي من الافلام والمسلسلات، ان الهاكر بس هو اللي بيعرف يكتب على الكيبورد من غير ما يبص. اول يوم انا عملت تيست عشان اشوف السرعه بتاعتي، يعني اشوف اصلا السرعه بتاعتي قبل التحدي كام. السرعه طلعت 23 وورد بير سكند، يعني 23 كلمه في الدقيقه، وديت سرعه وانا باصص، يعني وانا باصص على الكيبورد بكتب. ده معدل سريع ولا لا؟ لا ده معدل مش سريع خالص خالص. يعني يا ومش هكدب عليكم، عقل الباطني على طول بيفوز فعلا. نسيت فكرة ان انا اتعلم الكتابة على الكيبورد وكملت اللي انا كنت بعمله لحد ما لقيت برسبكتيف جديد برعاية احمد ابو زيد. لقيت زي ما قلنا ان انت هتبان شخص كول cool، هتبان شخص بروفيشنال. وبعد ما لقيت البرسبكتيف الجديد وكسرت التمبلت اللي موجود في عقلي، بدأت التجربة. جبت 27 وورد بير سكند من غير ما ابص، دلوقتي جبت سرعه 28 56 للدقه 100 والسرعه 46. قول لي انت كده عايز ايه تاني من الدنيا؟ عايز ايه انت تاني دلوقتي من الدنيا عموما؟ يعني اوكي، باين الموضوع سهل وجميل صح؟ I don't know how to break it to you but it was too damn hard. لكن مهما كانت صعوبة الضغط والممارسة كله بيهون لما بنوصل بالسلام. الله الله أكبر، الله أكبر، هذا من فضل ربي، يخفاني حبايا في الله. وفي النهاية الموضوع كان يستاهل إني أسيب الكومفورت زون وأجرب وأخد الريسك حتى لو جالي بلوك. أنا حرفيا دلوقتي عندي بلوك، لو أنا مش عارف أبدأ منين تاني، مش عارف ليه الدروب حصل كده مرة واحدة. تقريبا عشان الحروف كترت، الحروف اللي انا اتعودت عليها على صوابعي كترت فبقيت تتلخبط، فبقى بيصعب. انا كنت عامل حساب النهارده ان انا نجيب في الاربعينات في المستوى اللي انا كنت فيه، تنيت اعيد فيه لحد ما لقيت نفسي بجيب 60. بقى 60 ده حاجه، فقلت خلاص بقى انا كده جامد خلاص، مش لازم اعيد في ده تاني. كنت عامل نيكست، دخلت على المستوى اللي بعده انجيز واق، بجيب 30 بالعافيه. فهو ده البلوك بقى اللي حصل، ان انت كنت ازاي بروفيشنال سوم هاو يعني بالنسبه لك، طبعا مره واحده تلاقي نفسك. فهنا انت لازم تفتكر ان انت مش عبد اللي انت بتعمله، انا اللي عايز اكسب السكيل دي، هي مش هي اللي ماسكاني، يعني مش هي يومي هيتم كله عباره ان انا بكتب على الكيبورد. دي حاجه انا بعملها سكيل تو ايرن بس مش اكتر، مش عباده هي. فعادي لو غلطت هعيدها تاني، صعبه هنكررها. Practice makes perfect، دي حاجة معروفة ودي حاجة فعلا فعلا عملية يعني. فانت لازم تفتكر ان انت مش عبد اللي انت بتعمله، انت اللي بتعمل كده، انت ممكن ما تعملهاش. زي ناس كتيرة كده بتستسلم، بتقولك بص الحوار ده صعب 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 ليه؟ عشان هو بقى عبد ليه، غير لما انت تبقى انت اللي بتفكر تعمل ايه وبس كده وبيسيب خلاص. I quit. سهلة سهلة وبسيطة، وهقفل الفيديو دي وهمسح كل الفيديوهات اللي انا صورتها واشوف الحاجة تانية، وهلاقيها صعبة برضه على فكرة وهسيبها بقى وهتني في نفس اللوب ده. الا الحل بيزيكلي يعني ان انت تبقى انت القائد، تبقى انت قاعد عارف ان هو الحوار هيبقى صعب وعارف ان انت هتتعداه بس كده. وببساطه الارت بلوك اتفكت، وبعد محاولات كتير وتدريب شبه متواصل وصلت المتوسط سرعه 50 كلمه في الدقيقه. هاي سؤال ممكن طبعا نوريك ان انا بكتب بقى من غير ما ابص. اهو شاء الله عليك كتبت، هو ده حطه ديسلايك ياه.